بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم يا رزاق، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي رزقته فوسعت عليه لترزق به سائر الخلق حسا ومعنى، ولذا قلت له: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صلاة ترزقني بها قوت روحي ونفسي وبدني بما يغنيني بفضلك عن من سواك، شاكرا عطاءك ونعماك غير قاصدا إلا إياك يا رزاق. اللهم يا فتاح، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي فتحت به الأكوان، ثم فتحت به أنوار الإيمان والإيقان في قلوب أهل الإحسان والعرفان، صلاة تفتح لي بها مغاليق خزائن رحمتك من الطاعات والأرزاق والمعارف والفهوم، لأكون بفضلك مفتاحا لها وعلى العباد بمدد وراثة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي جعلته فاتحا وخاتما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتح. اللهم يا عليم يا عالم يا علام، يا من هو بكل شيء عليم، علمك بحالي يغني عن سؤالي. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي علمته ما لم يكن يعلم، فقال: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم بالله. صلاة ترزقني بها علما مصحوبا بخشية، لأعمل بما علمتني فتنفعني به، ليصير حجة لي لا علي، وزدني علما وتب علي يا عالم السر والنجوى. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها لمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله ابن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المصري مقاما ومقاما، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء علومه وشراحها وزواره في الدارين آمين. الوجه 43 من الحديث 47، حديث رؤية المولى عز وجل يوم القيامة. الوجه 46 فيه دليل على كثرة تحيل بني آدم فيما يصلحهم، يؤخذ ذلك من أنه طلب أولا أن يبعد من النار لعله يحصل نسبة لطيفة في أهل الخير، لو آخر الناس خروجا من النار ودخولا للجنة، حيخرج من النار وجهه للنار فيدعو الله أنه يحول وجهه بس إلى الجنة أو إلى غير النار، فإذا حول وجهه إلى جهة الجنة يطلب بعد ذلك أن يقترب من باب الجنة، وكأنه في كل فترة يتحيل إلى أن يحصل إلى مقصوده، وهذه عادة الإنسان أن يحتال على الحصول إلى مقصوده بالتدريج، وكأن الإنسان بحيلته هذه يكون يوم القيامة أيضا صاحب حيلة، ويبعث يوم القيامة له نوع من الحيلة أنه يحتال للحصول على مقصده، فكأن هيكون له عقل وله نوع اختيار وله نوع حيلة يوم القيامة، بدليل أن هذا الرجل يحتال ويدرك ما يؤذيه ويدرك ما يصلحه، فيطلب أن يعافيه الله مما يؤذيه، ويطلب أن يرزق الله ما يصلحه، ثم يرتفع سقف مطلبه كلما حصل على شيء كأنه يتدرج في الحصول على مراده. فيه دليل على كثرة تحيل بني آدم فيما يصلحهم، يؤخذ ذلك من أنه طلب أولا أن يبعد من النار لعله يحصل له نسبة لطيفة في أهل الخير، وهو مجرد أن يطلع على حالهم بلاش يبقى منه، يعني على الأقل يطلع على حال أهل الخير أقل حاجة، وهذا من تدقيق الحيل على العليم الخبير، فكيف مع غيره. وكذلك قال آخر المسألة فيضحك الله منه.
يضحك الله منه لان ربنا عارف انه بيحتال من اوله وهو خلقه على هذه الحاله. فربنا سبحانه وتعالى يضحك، يعني ايه؟ يعني ربنا مدخر له ان يديله فوق اللي هو بيحتال عليه من كرمه. هو بيحتال علشان يحصل بالتدريج، وكان ممكن لو طلب من الله دفعه واحده لاعطاه دفعه واحده، لكنه هو يطلبه بالتدريج. وبعدين بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يذكره كمان، يقول له اطلب ما تتمنى، يتمنى ويذكره، يقول له طب والشيء الفلاني، يقول له منه، طب والشيء الفلاني ومنه كمان ومنه، يذكره ويذكره. ثم بعد ذلك يقول لك مثل ما تمنيت ومثله عشرة أمثاله، فيقوم يقول له أتضحك علي وأنت الملك؟ يعني أنت بتهزأ بي إزاي يعني؟ أنا وأنا شايف نفسي ما استحقش كل ده، هتديني كل ده يعني؟ فده كل ده يبين لك فضل الله على العبد. ده العبد اللي هو إيه؟ اللي هو العبد نمرة الأخير، آخر واحد في أهل الجنة، فما بالك بقى اللي من أوائل من يدخل أو أواسط من يدخل. فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي مفتاح دخول الجنة. الوجه 48 فيه دليل على أن ما هنا للشخص من العقل والفكرة والتحيل باق له هناك، فإنه يبعث على ما كان عليه، يؤخذ ذلك من هذه الحيلة اللطيفة وما جاء من تحاج الروح والنفس وغير ذلك من الأحاديث مما يشبه ذلك. الوجه 47 قوله فيقول هل عسيت، يعني لو أعطيتك ذلك تسألني حاجة تانية؟ الكلام عليه كالذي قبله، وقوله إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره حتى يقدم إلى باب الجنة. الكلام عليه كالكلام قبل، وقوله فإذا بلغ بها، يعني لحد ما يوصل لباب الجنة ويطلع على ما داخلها، فرأى زهرتها يعني حسنها، وقوله وما فيها من النضرة والسرور أي حسن المنظر وما تسر النفس به إذا رأته من أنواع النعيم ومن حسن السرور كما أخبر عز وجل به في الكتاب العزيز في قوله على سرور موضونة، وتكون الزهرة كناية عما فيها من الزهر والفواكه، والنضرة أو المضرة كناية عن حسن نظامها، ويجمع كل هذا وأكثر منه قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين، وقوله فيسكت ما شاء الله فيقول يا رب أدخلني الجنة. جاء البحث المتقدم في التحيل وما طبع عليه من كثرة الطلب والتحصيل فيما ليس مثل ذلك، فكيف بما لا تطيق الألسن أن تصفه، فكذلك النفوس لا تطيق الصبر عنه. وهنا بقيت الصفة التي طبع عليها، وهي أنه لا ينظر إلى تحصيل الأقرب، فالأقرب لما طلب أولا أن يبعد من النار فأسعف في ذلك، ثم قرب إلى باب الجنة فلم يبق بعد القرب إلا الدخول فطلبه، فهو على حالته الدنيوية لم يتغير. يعني زي ما كان في حاله في الدنيا بيطلب من ربنا بالتقتير لأنه مش عارف ربنا أنه كريم، في ناس كده تطلب من ربنا يدوب على قد، على قد قدره هو مش قدر الله، فربنا يديله على قد قدره. لكن المفروض أن الإنسان العارف لا يطلب من الله على قدر الله، يعني يطلب من الله على قدر سعة فضل الله عليه لا على قدر طلب العبد. يعني في عبد مثلا يصيب ربنا بمرض مثلا يقول يا رب اشفيني بس لحد ما رب العيال، طب ما تقول اشفيني حتى ألقاك، ايه لحد ما رب العيال؟ طب بعد ما تربي العيال هتعيا، وبعدين يكون العيال اتربوا وكبروا وخرجوا، مين هيخدمك في مرضك؟ هتتمرض وهتحتاج طوب الارض عشان يسندك. يعني انت بتدعي لنفسك ولا بتدعي على نفسك؟ فالانسان يطلب من الله من واسع، يطلب من الله من واسع. اذا طلب يطلب العافيه كامله. ساعات مثلا واحد يجي يعيا تقوم تيجي امه تقول له يا رب اللي فيك يجي فيا بس تخف. الله، طب وبعدين هنستفيد ايه؟ طب ما هيبقى برضه واحد في الاسره مريض، هنستفيد ايه؟ ربنا قادر انه يعافيه ويتم عليك برضه العافيه. فنبطل بقى حكايه اننا نطلب من ربنا بضيق العبد، ولكن نطلب من الله بسعه الرب. دي مهمه، وده فرق كبير بين العارف بالله وبين المؤمن الغير عارف بالله، لان ليس كل مؤمن عارف بالله عليك. الايمان دي هي دي الدرجه يتفاوت فيها الناس بمعرفتهم بالله،
كلما عرفت ان ربنا واسع كريم كلما ايه ازداد طمعك فيه، لانك انت مفتقر في كل حال. انت وانت في الجنة مفتقر الى الله، لان ما زلت عبد. ده انت هتبقى قائم بالله في الجنة ولا هتبقى قائم بنفسك؟ ما انت هتبقى فقير طول عمرك، انت فقير الى الله. فتقول له اعمل لي كذا بس لحد كده، وبعد كده انا مستغني، مش عايز بتاعي. هتقعد تعيط في الاخر، هتقعد تعيط. فما فيش داعي للشغلانه دي. وديت لكم امثله كتير. الواحد بيشوف المرضى كل يوم، مريض مثلا يبقى عنده مشكله عامله له اعراض كتير، يقول يا سلام بس لو يروح مني العرض ده بس. يا عم يروح منك المرض كله، هو عامله لك اعراض كتير. طب ليش معنى العرض ده؟ عشان ده اللي قالك بس لو يفضل المرض لكن الالم يزول. طب ما تطلب من ربنا ان يزيل المرض كله، خليك جدع. لكن شوف البني ادم حتى وهو بيطلب قطور، بخيل حتى على نفسه، وربنا سبحانه وتعالى لطيف بالعبد. فالواحد يطلب من الله من واسع، واضح؟ لانه واسع كريم. فهنا بقى الراجل ده اخر واحد هيدخل الجنه، طبعا اقل الناس معرفه بالله. ما هو قله معرفته بالله هي اللي خلته الاخير، عشان كده بقى يطلب من ربنا بالتدريج بالابطار، لانه جاهل بالله، لكنه مؤمن بالله بس جاهل بالله. فهمت؟ يقوم يقول لربنا ايه؟ ما هو ربنا اخرجه من النار وهو ما عملش حاجه اصلا. ما هو ليه هو اخر واحد خروجا من النار؟ كان مؤمن لكن ما عملش اي خير قط ابدا، ولا ركع ركعه، ولا توضع حتى وضوء واحد. شوف قد ايه ما عملش اي خير خالص، فكان هو اخر واحد. فلما كان اخر واحد دخولا يعني كان اقل الناس معرفه بالله، فكان بيطلب من ربنا ايه؟ بالقطاره، بالراحه. ربنا سبحانه وتعالى بيضحك عليه لانه مش عارف ان ربنا مدخر له ايه. هو لو كان عارف فضل الله بيه كان طلبه من اولها واداها له من اول مرحله. لا، ده لما طلع قال له بس خلي وشي، بس خلي وشي للجنه وقفايا للنار. ما خطرش في باله حتى يطلب، يقول له ايه خليني يعني دخلني الجنه، ما جاتش في باله، لانه متصور ان ربنا سبحانه وتعالى مش واسع كريم. لا، هو متصور ان ربنا بيعامله معامله النديه. لا، ده ربنا بيعاملك معامله اللطف، لانك انت عبد، عارفك انك ضعيف وفقير وغلبان وجاهل وكل حاجه، عارفك كده ببلاويك كلها، لانه خلقك وادرى بيك. فعشان كده الجدع ده كان قاعد ايه يسال ربنا بالتدريج، لانه مش متصور ان ربنا ممكن يلطف بيه لطف كبير مره واحده. فيقول الله: ويحك يا ابن ادم ما اغدرك. كل مره يحلف لربنا وياخد عليه العقوب، مش هطلب كده تاني، هي دي بس يا ربنا، لو اديتهاني مش عايز حاجه تانيه. اول ما يديها له ويقعد شويه يعتاد النعمه، عايز نعمه فوقيه. هو طريقه ابن ادم كده، يقول يا رب بس اتخرج من الكليه دي، بس مش عايز حاجه تاني. يتخرج من الكليه دي يجي يدور على وظيفه، ما فيش وظيفه. طب انت خدت الشهاده بالله واشرب ميه، خليها ورق كلينكس كده، يبقى خش سدان جميل. هتعمل بيها ايه؟ حطها في الحمام، ورق تواليت. ايه اللي يعني اتخرج وبس؟ طب وبعد كده يعني هتستغنى عن ربنا ما تتخرج يعني؟ يوم بعد ما يتخرج وبس يقعد شويه متخرج وبس زي ما طلب لحد ما يزهق من بس. يقوم يقول يا ربنا هي كده بس؟ عايزين وظيفة وبس. يفضل في يبسبس، يفضل طول عمره يبسبس. طب ليه ما تطلب مرة واحدة يا رب اغنيني من فضلك ما حييت، على طول كده مرة واحدة. يقوم يتنقل من الفضل 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 على طول ماشي. لكن بتاع بس ده اهو زي الراجل ده اللي قاعد كل شويه يبسبس، يبقى ده دعاء القطط. القطه تحب البسبسه، والقطه جاهله بربها لانها حيوان مسكين. لكن انت انسان مكرم، عارف ربك،
فما تبقاش قطة يا قطة تقعد كل شوية وبس اديني دي وبس. وبعدين يا ابن آدم ما أغدرك، يديك دي وعند البس تقول عايز تاني، ما أغدرك يا ابن آدم، يجد له الوظيفة. يا بس الوظيفة دي الريس اللي فيها ده غلس تعبني، يا رب يا رب خلصني من الريس ده، يرضي علي، منكد علي عشق. قهر الرجال بقى، ربنا بيزيقه قهر الرجال، ربنا يخلصه منه ويدخله طرق مثلا. الحمد لله فائدة، يقعد شوية فايق لنفسه كده، يا رب عروسة وبس عايز يتجوز، تقوم تجي له العروسة وبس. بعد بس سنة اتنين ما خلفش، يا رب الذرية وبس، تقوم ربنا يخلي مراته تحمل وتجيب له بنت، يقول يا رب ولد، يجيب له الولد، يا رب ربيهم وبس. طول شوية كل شوية قاعد بس، بس مش هنخلص يا عم، بلاش حكاية بس، ما تقطعش على نفسك، خليها مفتوحة. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه، لا تكلني لنفسي طرفة عين ولا لأحد من خلقك، فهمت؟ يقول اللهم أن يسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. شوف كلام النبي واسع ازاي، كلام النبي واسع. وعشان كده أفضل الأغنياء دعية النبي، لأن هي دي فيها سعادة الدارين. فناخد بالنا، الرجل ده ما يعرفش ربه كويس، مؤمن بربنا صحيح لأنه خرج من النار موحد، لكنه ما يعرفش ربنا، وربنا قبل منه إيمانه بعدم معرفته به، عشان كده ضحك عليه، ضحك عليه لأنه ما يعرفش ربنا مدخر له إيه، رحمة كبيرة وهو مضيقها على نفسه. فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، هذا زجر أشد من الأول لتكرار النكث ثلاث مرات. كل ما يحلف كل مرة ينقص ويرجع تاني يطلب، بس الأولانية قال له بس لفلي وشي بس من النار وبس، مش حط له حاجة تاني، لفلي وشه من النار، خلى وشه ناحية الجنة، شاف الجنة من بعيد شم ريحتها، قام قال يا رب طب أقرب بس للجنة وبس. فراح دخل قربه للجنة، تسألش حاجة تاني، انت قلته بس، بس جت بس التالتة، قال له يا رب ادخل الجنة، فهمت؟ فعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى ايه، نكث عن عهدي ثلاث مرات، وبقي هو على كلام الاول لم يزل عليه، وقوله لا تجعلني اشقى خلطك. وفيه من الفقه انه اذا فتح على شخص من وجه ما يلتزمه، لأنه لما قبل هذا منه في الأول وما بعدها وأسعف من أجله في طلب استصحب ذلك الحال، وقال صلى الله عليه وسلم من أزق من باب فليلزمه. يعني لو ربنا فرج عليك من باب معين إلزم الباب ده، يبقى هو ده باب الفرج بتاعه. يعني كل ما بيحصل لك أزمة مثلا بتقعد تصلي على النبي ربنا يفرج عليك، يبقى خلاص، يبقى أنت باب الفرج بتاعك والصلاة على النبي. كل ما بيحصل لك أزمة بتصوم لحد ما ربنا يفرجك، يبقى صوم لما ربنا يفرجك، الزم الباب اللي جالك منه الفرج. كل ما يحصل لك ازمه بتروح تزور الشيخ فلان، يقوم الشيخ فلان ربنا يفرج لك الازمه على ايديه، يبقى روح زور الشيخ فلان. يبقى كل واحد يشوف باب الفرج بيجي له من اي حته يلزم هذا الباب، ما يغيروش، لان الراجل كده عمل كده، ما غيرش الباب بتاعه، كل شويه يقول يا رب، خلى بابه ربه على طول، لأنه انقطعت الوسائط. وفي الأخير في الأخيرة خلاص انقطعت الوسائط. فامتثل هذا الأمر هنا، ولو التزم الأمر في الدنيا ما احتاج إلى هذا، ولو كان التزم باب الفرج في الدنيا مع إيمانه بالله ما كانش احتاج يقف الموقف البايخ ده، هو اللي وقف نفسه الموقف البايخ، فهمت؟ لانه زي ما قلت لك ده مش بيأجل عمل اليوم للغد، ده بيأجل عمل اليوم ليوم القيامة، ما عشان كده طلع الاخير، فهمت؟
بشوف انت لما يبقى ايه واحد طالع الاخير على الدفعه ده يبقى ايه ابلد واحد في الدفعه، فده ابلد واحد من اهل الجنه. وبالرغم من كده هو بالنسبه لاهل النار اخر واحد خروجا من النار، يعني بعدين قطع امل اهل النار ما حدش هيخرج تاني، يعني هو برزخ بين الفائزين وبين مين الهالكين، ربنا جعله برزخ حد فاصل بينه، لان هو برضه كان في الدنيا مش واضح المعالم بين ان هو اهل السابقين للصلاح ولا هو من السابقين في الفساد، مش واضح. فلما طلع مش واضح في الدنيا خلى ربنا في الاخره برضه مش واضح، خلى كده هو الامور مشوشه عليه، يعني على حالك في الدنيا انت تبقى على حالك في الاخره. في الدنيا بتسارع في الخيرات ربنا يسارع لك في الدخول الجنة، بتتباطأ في الخيرات يتباطأ معك في دخولك الجنة، على قدر تباطؤك على قدر بطء حدوث الفرج لك، وعلى قدر مسارعتك لله على قدر سرعة فرج الله عليك. كل يعمل على شاكلته، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ المحسن ربنا يحسن إليه، المسارع في الإحسان ربنا يسارع في الإحسان. انت بتعامل الناس بقى على الواحدة، بتحسب كل واحد، لما حد يغلط فيك لازم تعاقبه ولازم تلومه، ولازم اللي يشتمنا اشتمه، واللي يضربنا اضربه، واللي يرشني بالمية رشه بالدم. ده انت مجرم بقى، ده انت مجرم يا استاذ، ده انت ما عندكش صفح ولا عفو، يبقى ربنا هيعاملك معاملة الندية بقى. طالما انت بتعامل الناس بالطريقة دي يبقى خلاص هيوقف لك بقى على الواحدة، وربنا هيقعد لك على الوحدة، ولو قعد لك على الوحدة هلكت. لا، التاني بقى بيصفح ويعفو ويتنزل عن حقه، ولما حد يعتذر له يقبل عذره وما يلومش حد، ومش كده وبس، ويحسن لمن أساء إليه، ولما يبقى ليه حق يتنازل عليه ويتنازل عنه، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول له إيه، أنا أولى بذلك منك، عفوت عن خلطي أعفو عنك، أحسنت لهم أحسنوا إليك. شفت بقى، لم تحاسبهم انا لا احاسبك، انا اولى بذلك منك. يبقى الواحد ما يتعاملش مع الناس ايه بالحساب العسير، هتعامل الناس بالحساب العسير هتحاسب حساب عسير. فهمت بقى؟ فربنا هيعاملك زي ما بتتعامل مع الناس في الدنيا، فشوف انت بتتعامل مع الناس في الدنيا ازاي وربنا هيعاملك بنفس الطريقه. قول ما أغدرك، يؤخذ من ذلك أن لا ينسب الشيء للشخص ويعرب به حتى يتكرر منه، وأقل عدد التكرار الذي ينسب به إليه ثلاثا، لأن الواحدة والاثنتين قد تكونان غلطا أو نسيانا، أو إحداهما غلطا والأخرى نسيانا، ولكن لا تكون الثالثة إلا تعمدا، فيتحقق أن ما وقع قبلها كان مقصودا من خير أو غير. يؤخذ ذلك من أن مولانا جل جلاله لم يقل له ما أغدرك إلا في الثالثة. يبقى الإنسان لما يتكرر منه فعل الشيء عدة مرات، ثلاث مرات فأكثر، يوصف بهذا الشيء. إن كان معصية يوصف بأنه عاصي، وإذا كان صلاح يوصف بأنه صالح. يبقى معناه أن الإنسان يكرر ويحاول أن يكرر فعل الصلاح حتى ينسب إلى أهل الصلاح، مش يعمل مرة وعدت وخلاص. يجي يصلي التراويح في مسجد الأشراف هنا بيطول، يقول لك لا أصلي التراويح ما حييت. طب ليه؟ طب ما في مساجد تانية بتخلص الساعة 9:15، روح صلي فيه. يعني تيجي مثلا تصلي عندنا تلاقينا بنطول شوية تقوم تكره الصلاة كلها طول عمرك؟ حرام عليك، ما تصليش عندنا يا عم، تصلي عند غيرنا. في ناس بتصلي من غير فتحة، صلي معانا. يعني بيقرأ آية واحدة ويركع. حلو قوي الشيخ ده، بس قد لا تدرك قراءة الفاتحة خلفه من شدة سرعته. وتخلص الصلاة كأنك كنت بتجري. معلش احسن ما تتركها خالص. يعني انا اعرف شيخ، يعني لو خدت نفسي وانا بقرا الفاتحه هيكون هو سجد وانا لسه ما خلصتش الفاتحه. والله اقوم اول ما اصلي معاه اعمل ايه؟ اول ما يقول الله اكبر ونقف، الله اكبر بسم الله، يعني عشان ادخل في الفاتحه بنفس واحد، والا لو خدت نفسي والله لا ادرك الركوع قلبي من سرعتي، كأنه الفتحة بتاعته جاهزة وأن الفتحة بتاعتي تفصيل. حاجة صعبة يعني.
فإذا كنت أنت ما بتحبش الصلاة الطويلة يا سيدي، في ناس بتصلي صلاة بجميع المقاسات، الصلاة السريعة قوي والصلاة السريعة مش قوي، والصلاة المتوسطة والصلاة الطويلة والطويلة قوي، في كل الأنواع. اختار مقاسك وروح، لكن ما تمتنعش خالص، تمتنع خالص كده، يعمل الخير مرة واحدة ويحرم، يروح يصلي في الجامع تتسرق حذاء، يقول مش هدخل الجوامع محيط عشان الحذاء بتاعه تسرق. طب ليه؟ خش الجامع تاني يا سيدي وحط الحذاء قدامك، او روح الجامع حافي ما يجراش حاجة. عارف بشر الحافي؟ كان من الاولياء الكبار، سموه الحافي ليه؟ سموه الحافي علشان كان رايح يصلح الحذاء بتاعه عند الحذاء، اتقطع فصلح الحذاء عند الراجل، بيحط ايده في جيبه ما لقاش فلوس، قام الراجل ايه قال له معكش الدرهم؟ قال له اجيبه لك غدا ان شاء الله، معيش الوقت. مر عليه غدا ما جالوش فلوس، واتقطع حذاءه تاني، راح للشيخ للراجل الحذاء تاني حذاء، قام الراجل شتم فحلف الا يلبس حذاء ما حي، فعاش طول عمره حافي، فسموه بشر الحافي. كان ولي كبير من الاولين، ما يجراش حاجه، مش هتلبس حذاء ما يجراش حاجه، لكن تيجي الجامع تعال، مش علشان يتسرق منك حذائك مره. والله في نماذج دي بتحصل، انا اعرف ناس كده، اعرف واحد بيقول انا بقالي 20 سنه ما دخلتش الجامع. ليه؟ اصل انا من 20 سنه دخلت الجامع سرقوا الحذاء، قلت ده الجامع فيه حراميه، طب انا مش هدخل بقى الجوامع، مع انه بيصلي في بيته، حتى الجمعه ما يروحش يصلي، غباوه. هذا العقلية الغبية دي لما تيجي ربنا يحاسبها، هيحاسبها بطريقة الغباوة دي. شفت قد ايه؟ بطريقته، كما تدين وتدان. شوف النبي بيقول ايه؟ كما تدين وتدان، زي ما بتداين ربك وبالعباد ربنا هيدينك. واقف للناس على الواحدة، على الواحدة، متقطع الخير يجي لك متقطع، انت في الطاعة كده على طول يجي لك الخير على طول، انت في الطاعة متقطع يجي لك الخير متقطع. فهمت ازاي؟ في ناس متقطعة كده على فترات متقاربة، يقوم يجيلهم الخير متقطع على فترات متقاربة، في ناس متقطعة على فترات متباعدة، يقوم يجيلهم الخير برضو على فترات متباعدة. يعني يتلكأ الخير إليك بتلكؤك عن توجهك إلى ربك. كما تدين وتعرف ازاي تعامل ربك يقوم يعاملك. فهمت؟ وعلشان كده فإذا فتحت أبواب هدى فإيه؟ فعجل إليها. يقول لك كده في ابن النحو في المنفرد، فإذا فتحت أبواب هدى فعجل، تبقى من اللي هي سارعه، سابقه، مش ربنا بيقول سابقه إلى مغفرة؟ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سارعوا سابقوا. والرسول يقول بادروا بالأعمال، أو دل المعنى، لأن كلما بادرت بادرك الله بالخيرات. فهي المسألة بقى في دي نقطة مهمة في طريقة التعامل مع الله. كن مع الله على ما يريد يكن معك على ما تريد. الوجه 48، هنا بحث، وهو لما سمي هنا ابن آدم؟ فيه إشارة لطيفة، لأن عدم الوفاء هو الأصل والغالب فينا، إلا من عصم الله، والتزكية هي من طريق الفضل، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، والنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، لكنه توبيخ بحسن لطف، لأن توبيخ الكريم دل على كثرة إعطائه، وتوبيخ اللئيم دل على عظم منعه، ولذلك جاء أن مولانا سبحانه وتعالى يحاسب المؤمن يوم القيامة سرا ليس بينه وبينه ترجمان. العبد اللي كان بيعصى ربنا سرا ويتكسف يجهر بمعصيته، ربنا يحاسبه في السر، يعني يراعي خجله برضه. وبعدين في عدم يحاسبه في السر ويقرره عملت كذا يوم كذا، مش كده يا عبد؟ حتى مش قادر ينطق، ريقه ناشف، وعملت كذا يوم كذا في ساعة كذا يا عبد، مش كده؟ ويقول له لحد ما يوقن انه هالك بقى خلاص. بعد كده يقول سترتها عليك في الآخرة أسترها عليك في الدنيا.
ستطوى عليك في الدنيا يستر عليك لها في الآخرة. ليه؟ لأنه كان ما يحبش يجهر بالمعصية لحسن الناس تقلده، يعني عنده نوع خير شوي، مش عايز يجهر بالمعصية لحسن الناس تقلده. هو شايف نفسه زبالة فيقول كفاية علي أنا بس زبالة كده، بلاش بقى أعلم الناس المزبلة اللي أنا فيها دي. يعني برضو في حتة خير مش عايز يدل على الشر، وإن كان هو متلبس به بينه وبين نفسه، يقول له يا عبدي فعلت كذا، فيعترف العبد لمولاه بذلك حتى يظن أنه هالك لكثرة ذنوبه، فأقول الله تعالى أنا سترتو عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم. وفائدة ذلك من الحكمة أنه لو قال سبحانه اذهبوا بعبدي إلى الجنة برحمتي، طب فائدة أن هو يقرره كده، طب ما كان ممكن على طول طالما حيز يستره المعدة على طول، لا، لأنه لو دخلوا على طول الجنة البني آدم أصله غمض، أقول آه أنا دخلت الجنة بقى عشان حسناتي أقوى من سيئاتي، يدخل الجنة رافع دماغه كده، افتحوا الباب، يجي لبواب الجنة هو افتحوا الباب، سعادة البي جاي جاي بقى داخل كده بصدره، لا، ربنا يريد بقى يعرفه أنهم دخلوا برحمته عشان ما يطلمتش على أهل الجنة، أصل أهل الجنة ما يحبوش إلا ماضي، لأنه ونزعنا ما في قلوبهم من غل، لا عندهم غل ولا لماضة ولا حسد ولا، يوم ربنا يخلصه بدري بدري، يوم ما يدخل الجنة يدخل قانع عارف ان ربنا فضله عليه وانه دخل برحمة ربنا، لانه لو دخلوا على طول ما قنع بذلك، كما جاء عن بعض بني اسرائيل انه كان في جزيرة منقطعة في وسط البحر ليس معه فيها احد، مشتغل بعبادة الله لا يفتر، وانبت الله له في تلك الجزيرة شجرة رمان تنبت له في كل يوم رمانا يأكلها، وأجرى الله له عينا من ماء فبقي على تلك الحالة 500 سنة يعبد ربنا، ما يعرفش حد، ما تعملش مع حد، يعني ما عصاش ربنا، لأن المعاصي تملي في التعامل مع الخلق، هو قاعد لوحده في جزيرة يأكل رمانة كل يوم ويشرب ويعبد ربنا 500 سنة وبعدين مات، ما عملش معصية قط خالص. طبعا ده بعث يوم القيامة خلاص بقى، والسعر كبار العابدين جايين والسعر. طيب ثم سأل ربه عز وجل أن يقبضه ساجدا فأتحفه الله بذلك ومات ساجد كمان. ثم بعد هذا أخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى يوم القيامة به فيقول الله عز وجل اذهبوا بعبدي إلى الجنة برحمتي، فيقول يا ربي بل بعمل 500 سنة شغل. طيب فيأمر الله عز وجل يقول له بعملك، طيب تعالي يا ملايك تعالي اوزنوا بقى ثواب عمله والنعم اللي انا اديتها له، هل ادى شكرها ولا لا؟ بلاش، ولو غلبت عبادته على النعم دخلوه الجنة، ان يحاسبوه على شكر نعمة حاسة البصر بس، فيحاسبوه فما تفي عبادته 500 سنة بحاسة البصر بس، ولسه السمع ولسه بقى القلب ولسه التوفيق والقوة ولسه هضم الطعام والقوة على العبادة وحسن النية وحسن الكلام وطريقة التعبير وكل الحاجات النعم اللي احنا ما نعرفهاش بقى واللي نعرفها، ده حاسبه على نعمة واحدة بس، خلصت كل عباداته لسه عليه، فيحاسبه فما تفي عبادته 500 سنة بذلك ويبقى ما عدا لم يوفى منه بشيء، فيقول يا ربي ادخلني كأنه برحمتك، خلاص بلاش حكاية عبد، يبقى ابن آدم لمت لولا اللمضة دي كان ربنا قال له ادخل على طول، لكن لا، ده عايز يعرفه علشان وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فيقول يا ربي أدخلني الجنة برحمتك، فيقول عز وجل له نعم العبد كنت اذهبوا بعبدي إلى الجنة برحمتي، فإذا قرره على ذنوبه اجتمع له الفرح بمغفرة الذنوب وبستر الذي لم يفضح وبما وهب له من النعيم، فكثرت النعمة عنده فرضي عن المنعم، وذلك من جملة الإنعام من المنعم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهنا كذلك لما أراد الله عز وجل بفضل أن ينعمه بدخول دار الكرامة أكثر له في التوبيخ وقرره على غدره أصلا وفرعا ومستصحبا في الدارين. الوجه 49 فيه دليل على الطمع في فضله جل جلاله، لأنه ذكره سبحانه أيضا قدر نعمتي عليه بالعفو هنا وتغمده بفضله له وصفح عنه عما جرى، فكذلك استصحب
لك أنت ذلك الفضل بمجرد الفضل، ليصح أن النعمة إنما هي بمجرد الفضل من الرب، ليس إلا إما بهداية وإما بعفو وتجاوز أو بمجموعهما لمن شاء كيف شاء لا يسأل عما يفعل. واستصحاب العبد صفة الرجاء، وإن رأى من المولى ما عسى أن يرى هي صفة الإيمان، لأنه عز وجل يقول لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فتلك الصفة أيضا التي كانت هنا من الرجاء أبقيت عليه حتى كملت له بها السعادة، وهو دخول الجنة من الله، من الله بها علينا بلا محنة بفضل، فهو الولي الحميد. الوجه 50 والأخير في هذا الحديث هنا بحث، وهو لما قال في الآخرة يقول الله ولم يقل ذلك في المرتين المتقدمتين في الجواب، أنه لما كثر الترداد بطرق الاحتمال فأتى بذكر الله تعالى لزوال احتمال يقع، وتحقيق أيضا لما قلناه وتأكيد. وقوله فيضحك الله، معنى الضحك من المولى سبحانه ليس كمثل الضحك منا الذي هو الاضطراب والخفة، وإنما هو إشارة إلى ما يصدر من الملوك عند الضحك من كثرة الإحسان وما يكون، يعني باعتبار ما تقول إليه صاحب الضحك وليس الصفة ذاته. يعني يقول يضحك الله، يقول الضحك إلى إيه؟ إلى كمال الرضا وكمال العفو وكمال الفضل. يبقى يضحك مولانا يعني يكمل عفوه ويكمل فضله عليه، يعني بما تقول إليه الصفة. تعالى الله سبحانه وتعالى أن تكون صفاته تشبه صفات المحدثات، وإنما خوطبنا بما نفهم على عادتنا. وقول ثم يأذن له في دخول الجنة أن ينعم بذلك ويبيح له الدخول، وقوله فيقول تمنى قد جاء من طريق آخر أنه داخل يرى الناس قد أخذوا منازلهم، فيقول عز وجل لو تمنى فيتمنى حتى تنقطع أمنيته. ونهيك من تمني طماع إذا رأى خيرا كثيرا، وهو يعلم أن القائل له تمنى غني كريم. وقوله حتى إذا انقطعت أمنيته، أي لم يبق له شيء يطلبه إلا أعطيه، فلا تسأل عن قدره. وقال قال الله سبحانه وتعالى لك ذلك ومثله معه، أي ضعفين مما سأل. وقوله عن أبي سعيد يقول ذلك لك وعشرة أمثاله، هذه صفة كرم من ليس كمثله شيء، وتحقيق لقوله عز وجل ويزيدهم من فضله، فالأصل بفضله والزيادة من فضله، لكن لما كان الأصل خالطه وصف ما من العبد إما من عبادة وإما من سؤال وهو محل النقص، وكانت الزيادة من مجرد الفضل لمقابل لا من محل النقص وهي العبودية، كانت أضعافا مضاعفة من الأصل. ولذلك يعني ما كان سببا من عمل العبد تلاقيه له حد، وما كان بمحض الفضل من الله لا حد له. ولذلك كان من وصية بعض السادة الفقراء لا تيأسوا من المسألة من مسألة الفضل، فإنه أنجح في المقصد، حتى أن بعض من كان يحسن الظن بالفقراء سمعها فأخذها بصدق وسأل بها في حاجة له، وزاد فيها وزيادة وزيادة من فضلك كما يليق بفضلك. يعني في بعض الصحيح كان يسأل اللهم إني أسألك من فضلك وما يليق بك من فضلك، كويس؟ فرأى فيها من العجائب العجب العجاب. ثم قيل له هذه الزيادة ما سبقك بها أحد، من الله علينا بخير الدارين بلا محنة بفضل كما يليق بفضل، والزيادة بفضل كما يليق بفضل. وفائدة هذا الحديث الإيمان الجزم بما فيه من أمور الآخرة، وقوة الرجاء في فضل الله، وكثرة الخوف من مكر الله، وبذل الجهد هنا في أسباب السعادة بين المرء في زمن المهلة، ويجعل ما هو مذكور كأنه قد وقع، وهذه إشارة صوفية وعندهم أعلى الأحوال، لأنهم يقولون اطوي المسافة واترك الرعونة وقد وصلت. وقد نبه المولى سبحانه على ذلك في كتابه حيث قال أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما غر أهل الدنيا إلا بعد الأمر عندهم فبه طال الأمل وقست القلوب ورغبوا في العاجلة وزهدوا في الآخرة، جعلنا الله ممن قصر أمله وحسن عمله بمنه وفضله، والله أعلم. وغدا حديث جواز الدعاء في الصلاة الحديث 48 إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا قابض ويا باسط، يا من لا يمنع قبضه بسطة ولا يمنع بسطه قبضة، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي قبضت الأكوان من علمك في روحانيته وبسطتها به في الوجود بسر سريان رحمة روحانيته، صلاة تقبلنا عن كل ما يشغلنا عنه وتبسط لنا بها كل ما يقربنا منك،
فنزداد بسطة في العلم والرزق والعافية مع القيام بواجب الشكر في حالتي القبض والبسط، فلا نجهلك في شيء بل نتعرف عليك في كل شيء، فنكون بها من أهل وحدة الشهود الملك المعبود، فأينما تولوا فثم وجه الله. اللهم يا خافض أهل الضلال والغواية ويا رافع أهل الهداية والاستقامة، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي خفضت به كل من عصاه ورفعت به كل من أطاعه واتبع هداه، صلاة ترفعني بها مع الذين أنعمت عليهم وتخفضني أمام نفسي فلا أتعالى بها على أحد من خلقك ولا أرى لها حقا إلا ما أوليتني بمحض الفضل والإحسان، يا حنان يا منان، وما بكم من نعمة فمن الله. اللهم يا معز من أطاعه ويا مذل من عصاه، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، أعز من خلقت من عبادك ومن عصاه أذل من خلقت منهم، صلاة تعزني بها بكفايتك عن خلقك وبطاعتك ومعرفتك عن معصيتك، وتذل بها نفسي وشيطاني وأعدائي فلا يكون لهم علي سلطان شهوة وغواية وقهر، يا عزيز يا قهار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.